يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. استاذه جمان محمد حياك الله معنا. يا هلا ومرحبا فيك، يسعدني ان تستضيفوني بهالمقابله اللي ان شاء الله اقدم فيها الافاده الكافيه للمشاهدين. اكيد ان شاء الله. جمان محمد، حضرتك تخصص جميل جدا وهو علاج الاضطرابات النفسيه، وايضا لك مجال في علاج النطق او المشاكل اللي تكون في النطق. اليوم نبي نتكلم عن بعض الاضطرابات النفسيه، نبي نختار اضطراب واحد. نبي نتكلم عن الوسواس القهري. ابي اعطيك المايك، كلميني شنو هو الوسواس القهري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوسواس القهري هو نوع من اضطرابات القلق. هو عبارة عن أفكار تكرارية وسلوك قهري ونمطي مكرر، بحيث أنه يبي يخفف من حدة القلق. يعني تكون باله أفكار تسبب له قلق، وهو يبي يقلل من هالحدة، فينجبر يكون مجبر، مو شيء باختياره، يتصرف تصرفات بشكل متكرر وروتيني عشان يخفف من هالحدة. ممتاز، يعني هذا أعتقد أنه هو يعتبر علاج أو حل هو يختلقه حق نفسه. بالضبط. لكن هل له نتائج إيجابية هذا العلاج اللي هو اختاره، ولا نتائج سلبية؟ لا طبعاً نتائج سلبية، لأنه هو راح يدش بإطار الاضطراب المرضي، لأنه هو الأفكار اللي عنده أفكار مسوية، المفروض أنه ما يدش بهذا الإطار. ممتاز. زين، بالنسبة حق الأعراض، مثلاً أنا مثلاً قاعد أشوف الحين مثلاً البرنامج سبورت كلينيك، وقاعد أسمع السادة جمانة محمد قاعد تتكلم عن هذا الوسواس، شنو أعراضه؟ شلون أعرف أن أنا عندي وسواس؟ أو مثلاً عندي أحد من أهلي في البيت، أحد من زملائي في بعض الأعراض عنده، أبي أصنفها أن هذه تصرفات وسواس قهري. ممتاز. الأعراض ممكن من خلالها حتى نقدر نصنف ونفند الأنواع. في مثلا بعض الأشخاص تكون عندهم وساوس من ناحية النظافة والتعقيم. صحيح. فيكون مجبر على أنه يغسل إيده عدد مرات كبيرة. صحيح. ممكن تسبب له مثلا مشاكل جلدية تصعب حتى علاجها. كذلك أنه ممكن يكثر من الاستحمام. صحيح. بعضهم عندهم الوساوس من ناحية العد والتسلسل بالأرقام. يتم يعد، مثلاً نقول مثلاً بقفلة الباب يعد إن أنا لازم 5 مرات، ويوسوس أنا وصلت 5 ولا لا، ويتم يعد، ممكن يوخر ويرجع مرة ثانية يتأكد. بالضبط. نعم. فهذا يأخذ منه وقت طويل. كذلك إنه مثلاً يحاتي إن الباب، باب الغرفة مثلاً. صحيح. أو البيت مسكر ولا لا، يروح يشيك ويرجع، يروح يشيك ويرجع. من الأمور كذلك من الأنواع والأعراض ساعات حتى بطريقة اللبس بالوتيرة أو الترتيب، مثلاً يكون متعود يلبس مثلاً القميص قبل البنطال مثلاً. نعم. إذا بدل بهالترتيب يخلع الملابس من يده جديد ويرد يلبس بالطريقة اللي معتاد عليها. ممتاز. حتى بالترتيب، بالتماثل مثلاً، عنده تدقيق حيل بأن أبي هالشيء يكون منظم ومرتب نفس الشكل اللي أبي. ممكن يعني يكون قاعد يسولف سالفة ويشوف مثلا بالجهه الثانيه الشيء اللي كان مرتبه شوي مو بمحله. نعم. اي ما يقدر حتى يكمل الحوار. راح يقطع هالحوار ويروح يعدله ويرجع مره ثانيه. ممتاز. زين، كونك انت متخصصه بهذا الشيء، اكثر الاشخاص اللي يعني صارت فيهم هذه الحاله اللي هو الوسواس القهري وهذه المشكلات الدقيقه اللي هو تاثر عليه بشكل وايد كبير، شنو كانت اسبابها؟ الأسباب ممكن تكون في عوامل وراثية، وطبعاً في وايد ناس ينكرون هذا الموضوع. يعني الجانب الجيني وراثي لا علاقة. أي طبعاً. الجينات لها دور بشكل كبير. نعم. يعني مثلاً إذا الأب أو الأم أو التاريخ العائلي لأي شخص، العم الخال، هذا الشيء ممكن يأثر بشكل كبير. كذلك العامل البيولوجي، إذا السيروتونين إذا بالدماغ كان منخفض، هني ممكن يسبب اضطراب الوسواس القهري. عندنا مثلاً عدوى المكورات العقدية كذلك، وهي عبارة عن سلالة من الجراثيم متواجدة أساساً بالجسم، لكن ممكن تأثر بعض الأجزاء وتسبب عدوى. إذا تفاقمت العدوى وما حليناها وما عالجناها، ممكن تسبب اضطراب الوسواس القهري. ممتاز. أستاذة جمانة، عندي الكثير من الأسئلة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل ونرجع نواصل حديثي شيق مع أستاذة جمانة محمد.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل أستاذة جمانة كلن كانت تتكلم عن أحد الاضطرابات النفسية وهو الاضطراب الوسواس القهري، وبينتي لي شنو هو هذا الاضطراب وشنو أسبابه. لكن الحين اللي بيعرف شنو هي الطرق العلاجية للاضطراب الوسواس القهري؟ طبعا يعتمد العلاج على المسبب لهذا الاضطراب. مثل ما ذكرنا، إذا كانت الأسباب بيولوجية راح نحتاج إلى مثبطات لزيادة الامتصاص للسيروتونين، وبالتالي راح تخف حدة الوسواس القهري. ولو كان في مثلا عدوى المكورات العقدية راح يحتاج كذلك إلى المضادات لعلاج هذه المشكلة. كذلك عندنا العلاج المعرفي السلوكي، وهذه تقنيات احنا نستخدمها في علاجنا كاختصاصيين نفسيين مع الحالات المضطربة. ممتاز. بالنسبة حق هذا النمط من العلاج، هل هي تعتبر جلسات حوارية؟ شنو طرقها بالضبط؟ العلاج السلوكي المعرفي من اسمها فيها بارت سلوكي وفيها بارت معرفي. السلوكي هني نخلي الحالة تكتسب مهارات وتجارب سلوكية بكيفية التعامل. قبلها نكون احنا زارعين مغيرين الفكر المعرفي، ومن اسمها معرفي يعني عن العلم والمعرفة. طبعا اول شيء تكون من خلال إعادة البناء المعرفي، هذه اول نقطة. ونغير المعتقدات والأفكار. ثاني شيء مثل ما قلت لك ان تغيير بالسلوك بالأنماط السلوكية. وثالث شيء الشيء اللي جدا فعال هو التعرض وعدم الاستجابة. يعني مثلا الشخص اللي مصاب بالوسواس مثلا من المنظفات، من التنظيف والتعقيم، ممكن مثلا حاط بباله أن الشيء المحفز للسلوك القهري هو مثلا لمس الطاولة. صحيح. فبدال لا يغسل إيده مثلا 5 مرات بالبداية بشكل تدريجي، أقول له 4 مرات. أخليها تالي 3 مرات. لين يشوف المحفز موجود ويمتنع وما يأثر عليه والسلوك. ممتاز. بالنسبة حق الجانب الرياضي، أعتقد أن ممارسة الرياضة والنشاط البدني دائما يكون له يعني جانب وايد كبير ومؤثر، خصوصا من الناحية النفسية. بالنسبة حق اضطراب الوسواس القهري، شنو تفيد ممارسة الرياضة وتعتبر أحد الطرق العلاجية بالنسبة لكم؟ الرياضة جدا مهمة بكل الاضطرابات النفسية، خاصة القلق وكذلك للاكتئاب. لأن هي تنظم التنبيهات العصبية. من الدماغ، وبالتالي تنظم أو تحسن من الوظائف الإدراكية. لما تحسن هالوظائف الإدراكية تصير عنده المقدرة بأنه يحسن من إدراكه بأن هالسلوكيات القهرية وهالأفكار المتكررة بغير محلها وغير صحيحة. ممتاز. أستاذة جمانة محمد، أنا أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.